كميه حصنه على وزن خفيف العربيه في التراك بتدمر اي عربيه تانية. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم على العربيه اللي ليها فانز كتير قوي، العربيه البورش جي تي 2 ار اس، عربيه تراك فوكست من الدرجه الاولى. هنتكلم عنها اكتر، بس الاول هسمعكم صوتها ونطلع نجربها وبعدين ايه نعرف اكتر عن العربيه دي. اوكي احنا وصلنا البنزينه، هنحط المستر رعد بنزين وبعدين هنظبط الكاوتش. تمام يا رجاله، حطينا ايثانول، حطينا 5 لتر عشان هي كانت نص تانك، وظبطنا الكاوتش، حطينا قدام 35 ورا 39. تمام، وحطينا بنزين كده. تمام، عايزين بقى ايه نسخن كاوتش العربيه دي، عشان العربيه اهم حاجه كاوتشها يكون سخن. العربيه دي طبعا زي ما انتم شايفين عربيه تراك فوكست خالص، يعني عربيه محتاجه تركيز 100%، وعربيه مش زي اي عربيه عندي في الجراج، مش زي الافنتادور ومش زي الاف 8. العربيه دي محتاجه انك تكون سواق، محتاجه انك تكون صاحي ومركز وفاهم، يعني بتعرف يعني ايه تراك، يعني معموله للمجانين. عربيات ار اس في بورش معناه انك انت جبت من الاخر. العربيه دي طبعا 3800 سي سي، 6 سلندر، 6 بوكسر، عربيه 700 حصان. جي تي 2 ار اس دي ممكن نقعد نتكلم عنها يعني 15 فيديو، يعني فيها كميه حاجات غريبه بقى، بس يعني من اكتر الحصانه اللي بورش عرفت تطلعها من الموتور ده كان في العربيه دي. والعربيه دي لحد دلوقتي لسه ملهاش الجديد، يعني هم نزلوا جي تي 3 الموديل 22 او ال 21، ونزلوا الجي تي 3 ار اس الموديل 22. الجي تي 2 ار اس لسه ما نزلش منها الجديد، يعني العربيه دي مثلا 19، فهم بيقول لك ان هي المفروض بتنزل كل كام سنه، ادي 2021 22 كده، فات 3 سنين على الموديل ده، ممكن نقول سنتين كمان مثلا وينزلوا بقى ال 2 ار اس الجديده. وفي ناس بيقول لك مش هينزلوها خالص، الله اعلم. وفي ناس بيقول لك اللي هتنزل هتكون هايبريد، الله اعلم. بس لحد دلوقتي دي زي ال 918، عارفين ال 918 سبايدر، مفيش عربيه لسه نزلت بعدها من بورش، فدي نفس الحاجه. طيب في ثلاث حاجات بيفرقوا اي عربيه تراك فوكست عن عربيه للشارع العاديه. اول حاجه هنتكلم عنها هو الوزن. تمام، زي ما انتم شايفين العربيه يعني ما فيهاش اكره، بص حاطين بتاع كده قماشه عشان يخففوا الوزن. العلامه اللي قدام بتاعت بورش هتلاقيها مش موجوده، حاطين ستيكر. تمام، الباب كله هتلاقيه كاربون فايبر، هتلاقي الازاز اللي ورا برضو هتلاقيه يعني بلاستيك مش ازاز. والعربيه طبعا هتلاقيها من جوه بقى شايلين فيها حاجات كتير قوي، ايه يعني كويس ان هم حاطين تكييف اصلا في العربيه عشان العربيه تبقى 100% فوكست للتراك. تاني حاجه الايروداينامكس بتاعت العربيه، البودي بتاع العربيه. تمام، هتلاقي في عندك زي فلابس او جناحات كده محطوطين على كل سبويلر، كل فندر اللي هو رفرف، هتلاقي السبويلر اللي ورا
هتلاقي الفرانت ليب، فرانت ليب اللي هو من قدام الامامي تحت الديفيو تحت الاكسدام، هتلاقي كده في بتاع عامله كده عشان خاطر ايه كل ده يتحكم في الهواء. هتلاقي في فتحتين هنا على اليمين والشمال هواء، دول بيدخلوا ايه هواء برضو، يستخدموا الهواء ان هو يبرد الموتور اللي هو ورا، موتورها ورا مش قدام. كل الحاجات الايروداينامكس اللي هم بيحطوها دي هدفها ان العربيه تبقى لازقه على الارض وثابته عشان تخش ملفات وتطلع على اسرع سرعه وتفضل ايه موجوده يعني معاك، تلاقيها معاك تحت ايديك في التراك. تالت حاجه هنتكلم عنها هو ايه التيوننج بتاع الموتور. هتلاقي بقى التربو بيفتح بدري، بار بتاع التربو هتلاقيه اكتر، هتلاقي فيه حاجات في الموتور مختلفه شويه عن العربيه جي تي 2 مثلا العاديه، او العربيه او الموتور البوكسر العادي اللي هو عشان ده نفس موتور البورشات 3800، هو كله نفس الموتور ال 911، بس ده هتلاقيه مختلف عشان ده بتاع الجي تي 2 ار اس. كل الكلام ده علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يحصل كده. كل ما اسوق العربية دي افتكر قد ايه العربية دي محتاجة انك تكون فنان او دكتور يعني. يعني لما تسوق الاف 8 مش لازم تكون دكتور قوي، بس يعني هتبسط. العربية دي بجد 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 معمولة انك انت لازم تحترمها احترام رهيب، خصوصا انها دفع خلفي على بورش والموتور ورا، فالدنيا كلها عامله كده فاهم. في برضو موضوع الكرونو او الستوب ووتش اللي هنا دي، خلاص فيها الساعه من جوه، واحنا بنصور بص الساعه 3:10 الفجر اهو عشان الشارع تكون فاضيه. وفيها اللي هي الستوب ووتش اللي ورا. في برضو موضوع اللي هو بتاع الكوبايات ده، تمام، كاربون فايبر. يعني هما ايه السقف كله هتلاقيه الكانتارا احمر. فالعربيه يعني سبيكت معموله، سبيكت بتاعتها حلوه بصراحه. خلينا نختم بكوت او مقوله من السي او بتاع اللوتس. انا عارف ان دي بورش بس هنقول الكوت يعني عشان كوت مهمه. بيقول لك كل ما تزود حصان العربيه تبقى اسرع على خط مستقيم، وكل ما تخفف وزن العربيه تبقى اسرع في الكورنرات. فدي بورش بقى سمعوا الراجل ده بتاع اللوتس ده وقال لك ايه، خلاص احنا هناخد بقى منك الميكروفون من هنا، وهم عاملين جي تي 2 ار اس كميه حصانه على وزن خفيف. العربيه في التراك بتدمر اي عربيه تانية. ماشي يا رجاله، سامعين صوت العربيه عامل ازاي؟ سلام.